دكتور تفضل. دكتور، عندي سؤال. لما كنا نعمل لود او ستور بين تو ريجستر واخزن الكونتنت في ريجستر الاول مثلا، طيب هل كل بيتس اللي في الريجستر الاول اقل من المطلوب بين الاوبريشن اللي صارت؟ مش ممكن. خليني أفهم سؤالك الأول. هاي مثلا هذا الانستركشن، في عندك نقول ايش اقل، شو الاقل اللي قصدك؟ دكتور انا قصدي مثلا كنا نعمل اوبريشن بين ريجستر 2 وريجستر 3، كنا مرات نعمل اكستند مثلا من 16 بت ل 32. اذا اللي بدي اخزن كونتنت فيه هو الريجستر الاول، مش ممكن بيكون بحاجه لاكستند؟ الريجستر فيكست على 32 بت، all registers are 32 bits. تمام. الفرق ان الاميديت فاليو 16 بتس، فانا بحاجه تو اكستند ات، صح؟ صح. هو حتى لو انه رقم صغير بس هو بيكون زيروز على شماله، صح؟ صح. فما يعني ما في ريجستر اسمه 1 بت وريجستر 2 بت، all the registers are 32 bits in size، فيعني القضيه اللي بتحل لك الاشكال. تمام. واضح؟ ماشي؟ تمام دكتور، شكرا. اوكي بيرفكت. خلينا نرجع الان على موضوع الكودينج للانستركشنز. في عندنا اول نوع اللي هو الار فورمات، هاي الكود تبعه، هذا الكود هيك شكل الكود تبعه. طبعا لاحظوا انه اول انستركشنز ار 32 بت انستركشنز، هاي فكره السيمتري او الريجولاريتي، انه كلهم ريجولار، كلهم دي هاف ذا سيم سايز. فانا عندي الار فورمات في 32 بتس زيه زي اي نوع انستركشن موزعات كالتالي. أنا عندي هذا السورس الأول وهذا السورس الثاني وهذا الديستنيشن ريجستر. أنلايك الأسمبلي، الأسمبلي بتحط الديستنيشن الأول بس بالفورمات بالكود الديستنيشن جاي بالآخر. وهي شفت أماونت راح نحكي عنها بعدين. وفي عندنا فانكشن. هلا الآر تايب كلهم عبارة عن نوعين، وفي عندك أوبريشن، في عندك ريجستر ار دي اللي هو الديستنيشن ريجستر، وفي عندك ار اس، وفي عندك ار تي. هذا الشكل العام للار تايب، ممكن يختلف شوي في بعض الانستركشنز بس هذا الشكل العام، ذا موست جنرال وان. الاوبريشن في الار تايب فيكست على زيرو، يعني اول اوف ذيم ار زيروز، يعني اول ار تايب انستركشنز ذي شير ذا سيم اوبريشن كود. اكيد هسه بخطر ببالك سؤال، تقول لي طيب اف اول اوف ذيم ذي هاف ذا سيم اوب كود، كيف بدهم يميز بيناتهم؟ يميز بيناتهم الفانكشن. يعني هتلاقي في كود خاص للاد، في كود خاص مثلا للسبتراكت، وهكذا كل انستركشن له كود خاص بالفانكشن. اذا الاوب كود فور اول ار تايب از زيرو، يعني اذا هاي زيرو زيرو فيكست فور اول ار تايب انستركشنز. يعني كل الار تايب انستركشنز اللي هم دي ورك اون ريجسترز، مثل ما دي ورك اون ريجسترز بيكون فيكست على الزيرو. طب شو الفائدة انه 6 بت؟ نعم؟ شو الفائدة انه الاوب كود 6 بت؟ ليش حطوا لا يعني اي دونت نو بالضبط ليش هم حجزوا له 6 بتس، لانهم they can have up to 64 different operations 2 to the power of 6 يساوي 64. يعني هم مش بحاجة لأكثر من 64 operations في المبس، هيك لما صمموه وقرروا. يعني مش الرقم هذا مقدس، بس اللي صمموا الايزا اختاروا ست بيتس للاوبريشن، لانهم ما عندهم مش بحاجه اكثر من 64 ديفرنت اوبريشنز في المبس. بس ممكن يختاروا اي رقم ثاني الصراحه، ما في شيء يعني. لكن سؤال الان المهم، ليش هذول 5 بيتس؟ طبعا ليش 5 بيتس؟ هذا ضروري يكون 5 بيتس، يعني انا عندي 32 ريجسترز ريجسترز، وحتى اعرف الريجسترز من ريجستر 0 لغايه ريجستر 31، هذول راح يكونوا انت بحاجه لخمسه بتس، لان 2 قوه 5 يساوي 32، فانت بحاجه ل 5 بتس تو ايدنتيفاي ريجستر. هو راح يكون ريجستر نمبر 0 الكود تبعه 0 لغايه ريجستر نمبر 31 الكود تبعه اللي هو 1 1 1 1 1 1.
إذا 5 بيتس هون أساسي لأن 2 to the power 532. أنا عندي 232 registers فبحاجة إلى 5 bits to identify which register. الشيفت أماونت هاي خاصة بعدد الشيفت أوبريشنز لما يكون instruction shift راح نحكي عنه بعد شوي. خلوا على جانب الشيفت أماونت. إذا بالآر تايب كلهم دي شير ذا سيم أوب أوبريشن كول. الديفرنسز بتصير بيست على الفانكشن ديستنكشن يعني ديستينكت يعني ديستينجويش بين ذا ديفرنت انستراكشنز باي ذا فانكشن يعني ذا اد سبتراكت اور الى اخره اور اند اي انستراكشن بتحطون اول ذا انستراكشن اللي هاي معناته هاو ماني ديفرنت اوبريشنز اي كان هاف ويذين ذا ار تايب نفس الشيء 2 تو باور 6 64 فانا اي كود هاف اب تو 64 ديفرنت instructions. إذا ضمن ال R type بقدر يكون عندي up to 64 instructions. ليش؟ لأنه عندي 6 bits للfunction. وكل function can identify different instruction. So definitely I can have up to 64 different instructions. إذا أنا حددت ال three registers بشتغل عليهم. One destination and two sources or two sources and one destination. The operation is fixed at zero. The function to identify the instruction was 6 bits هذول. شفت أمانت هنحكي عنها بعد شوي. أي سؤال؟ أوكي خلينا نأخذ مثال. المثال هذا بقول لك نعمل كودينج. هاي برجع لك التايب عشان نشوفهم قدامك. نعمل كودينج هذا الانستركشن. هذا الانستركشن إحنا هنعمل له إيش؟ كودينج. احنا عندنا add t0 s1 s2 طبعا احنا وهي اول شيء تو ايدنتيفاي اولا نطلع الانستركشن هذا الانستركشن عباره عن r تايب اذا انا خلي نحط هنا الاوبريشن كود هاي اذا الاوبريشن سبيشال خاص هو 0 هون 0 هنا 0 0 او 6 0 ماشي انا هسه لحد ما حاط ديسيمال مش حاط خلينا نطلع على الانسترال ريجسترز اللي عندنا انا عندي هاي اللي هو ريجستر الديستنيشن هذا وهذا السورس الاول اللي هو الار اس وهذا الار تي هذا الار تي هو بكتب سواء بكتب كابيتال ما يعني مش فرق اذا انا عندي الار اس اللي هو هذا يعني هذا معناته تابع لهذا اللي هو الاس 1 وهذا الاخ اللي هو ار تي يكون هون وهذا الار دي اللي هو هذا لاحظوا ترتيبهم معكوس ما بين الفورمات وما بين الاسمبلي لانجوج الفورمات في الكود somehow different from the format in the assembly language الأهم الآن نعرف مثلاً T0 شو رقمه و RS و S1 شو رقمه و S2 طبعاً انتم لازم تكونوا نسيتوا خلينا نرجع أذكركم فيهم هذول نرجع لاحظوا هاي الأرقام عندنا لاحظوا عندنا الاس ريجسترز اللي هم من 0 ل 7 من 6 من 16 ل 23 يعني بمعنى اخر الاس 0 اللي هو 16 والاس 1 اللي هو 17 لغايه الاس 7 اللي هو 23 هاي عشان ما تنسوهاش هذول افضل تحفظوهم لانه بتكرروا كثير بالامتحانات وبالاساينمنتس الى اخره وبالكويزز الى اخره الان التيز لا هم بدوا من 8 اذا التي 0 اللي هي 8 والتي 1 اللي هي 9 لغايه اللي هي ليش؟ التي 7 تي 7 اللي هو 15 وهون كمالت التيز اللي هي تي 8 تي 8 اللي هو تمبر ريجستر اللي هو 24 والتي 9 اللي هو 25 and having said this انه حفظناهم نرجع الان نتاكد من الكودنج انه اللي عملناه اللي قمنا نعمله مضبوط نرجع الكود تبعنا هاي اذا انا عندي الار اس اللي هي اس 1 اللي هي الاس 1 طبعا الاس 1 اللي هو مين؟ شو قبل شوي حكينا عنه اللي هو رقم 17 اذا هاي هي الاس 1 قبل شوي حكينا بهاي الاس 1 بالضروره هي راح تكون ايش؟ الاس 2 والثمانيه انا كتبتهم هون جست مشان ما ننساها الثمانيه اللي هي ايش؟ التي 0 التي 0 اذا عرفناهم اذا الار اس تبعنا اللي هو الاس 1 الار اس اللي هو كم؟ 17 انا راح احط 17 هون والاس 2 الاس 2 اللي هو 18 وال ار دي اللي هو هذا تي 0 ار دي اللي هو 8 الشيفت اماونت هاي
كونه هذا انستركشن ما له علاقه بالشيفت بنحطه صفر دائما ابدا فيكست على الصفر حاليا. هلا الان الاد هاي الرقم انا كاتبه 32، منين جبنا 32؟ هذا السؤال كثير مهم وبدي اياكم بناء عليه تتعلموا كيف تروحوا تقروا الداتا شيت عشان نعرف الكود، لان انا ما بحفظ كود بدي اعرف الكود. خلينا نروح على اخر سلايد اللي هو بيعطيني الداتا شيت، انا جبتها من النت صراحه موجود بالتعبيه بس انا جبتها من النت. اوكي نشوف كيف نقرا الداتا شيت هاي. الداتا شيت انا بحكي عن انستركشن الاد، اه بعد انستركشن الاد وبشرح لك بقول لك الاد هيك بتنكتب الاد شو بتساوي، بتجمع الار اس مع الار تي بتحط الجواب في الار دي مع انه الفونت صغير انتم مش شايفينه كثير، هذا المكتوب هون انه تاخذ الار اس زائد ار تي في الار دي، وهون حاط لك رقم خلينا كبره على جنب حاط لك 0 سلاش 20 اتش او حتى كاتبه كامل اكس. اوكي هذا الرقم كيف بقرانا؟ الزيرو هاي اللي هو الاوب كود، طبعا احنا متفقين على انه ار تايب كلهم زيرو، وال20 هيكس هاي اللي هي الفانكشن ال20 هيكس، 20 هيكس اللي هيكس اللي هي نفسها 32 ديسمت 2 في 16 32 اللي هي اذا 20 هيكس اللي 32 ديسمت، عشان هيك حطيت الرقم 32. فهو كاتب لك اياه هون، كاتب لك الاد انستركشن لانه ار تايب زيرو الاوب كود والفانكشن تبعه، فهي يعني كلمه هون بمعنى اخر هاي خاصه بالكود وهي خاصه بايش بالفانكشن، يعني 0 سلاش كذا 0 هو الكود والفانكشن اللي هو 20 هيكس. فاذا بدي اعرف الاد الفانكشن تبعها هو 20 هيكس. لو رحت مثلا على انستركشن ثاني نفرض على سبيل المثال ناخذ انستركشن ورا اد اميديت، اد اميديت مش ار تايب زي ما اتفقنا انه في جزء اميديت، لاحظوا حاط لك رقم واحد حاط لك 8 هون حاط لك 8 بس مش حاط لك 0 شيء سلاش مش حاط، ليش؟ لانه ما له فانكشن ما له فانكشن هذا يعني، فهو رقم واحد له الاوب فراح يكون الاوب كود تبع الاد اميديت له شو 8، طبعا 8 سواء حطيتها ديسيمال او هكسا نفس القيمه زي بعض لان رقم اقل من 10. اذا كيف نقرا الداتا شيت؟ هون الداتا شيت بتعطيك الانستركشن شو الديسكربشن تبعه كيف شكله بالاسمبلي لانجويج شو بيعمل، وبعدين بعطيك الاوب كود اذا كان مش ار تايب، واذا كان ار تايب بعطيك الاوب كود مع الفانكشن اللي هي اوب كود سلاش فانكشن. هاي كيف نقرا الشيت، وهي الشيت يفضل تكون دائما وابدا معك. خلينا نرجع للعمليه اللي كنا شغالين عليها. اذا هاي 32 منين جبناها؟ من ال 20 هكسا، كان مكتوب 20 هكسا، وال 20 هكسا هي 32 بالديسيمال، حاط الارقام انا كلها بالديسيمال. اذا الان بدي احوله لباينري، بدي احوله لباينري، بدي احوله لباينري وارجع احوله لهكسا ديسيمال، بحب الهكسا كثير الصراحه. طيب اذا هاي الزيرو في الاوب كود اللي عباره عن 6 زيروز 17 16 و 1 باقي صفار 18 16 و 2 صفار 8 عبارة عن هاي 8 وهون 5 بتس و 0. لاحظوا احط عدد البتس بالضبط، انا يعني قال لي هون 5 بحط 5، قال لي 5 5 5 5 هون 5 5 هون في عندي 6 بتس للفانكشن 32 32 اللي هي عبارة عن قديش 1 0 صفر 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 هاي 32 اللي هي نفسها 20 هكسا تتذكروا شو كان مكتوب؟ كان مكتوب 20 هكسا هاي 2 هاي 0. هلا اذا انت حاب يعني if you are interested انك تحولها ل شو اسمه ل هكسا ديسيمال maybe you just have to قسمهم اربعه، هاي اول وحده بعدين هاي بعدين هاي بعدين هاي بعد أربعة ترجع تحاول يكسى، إذا هذا عبارة عن 0 2 3 2 هاي 2 4 اللي هاي 4 هاي 0 وهاي 2 هاي 0 إذا هاي هيكسى. هذا الانستركشن بالهيكسى، الانستركشن كود بالهيكسى اللي هو هاي اللي هو الانستركشن كود كود وانا بعمل له اسمبل، بحول الباينري الباينري فورمات كيف شكل الانستركشن
بالباينري. هذا المثال بوضح لك كيف تحول R type instruction للكود تبعه. اوكي تابعين معي شباب؟ دكتور بدي اسالك سؤال. تفضل. هسه بالشيت كان محطوط انه 21 هيكس 24 هيكس، هذول قديش قيمهم مثلا او كيف بدنا نقدر نوجدهم؟ يعني مثلا حاطط لك 24 هيكس هيك؟ لا اخر شيء انه مثلا كم بت عرفت انه مثلا زي الاد هي عباره عن 20 هيكس صح؟ هي حكيت لي انه هي 32 بت. هناك محطوط هسه لقيت على الشيت وانا بطلع 24 هيكس او 21 هيكس. يعني بكون لهم شيء يعني بيت محدد لازم اكون عارفهم. هون سؤالي. خلينا ناخذ المثال بعده وطبقوا عليه اللي انت حكيته. ماشي. ماشي الحال. خلينا ناخذ انستراكشن مثلا اد اميديت. وبرضه ارجع لسؤالك. لنفرض اني انا هون بدي اعمل، خلينا ناخذ الاكزامبل ونطبقه هون. نفرض انه عندي اكزامبل انا على سبيل المثال اد اميديت ريجستر اس 0 تي 0 ناقص 50 هيك مكتوب هذا الانستركشن. يا جماعه احنا هدفنا نحول للكود تبعه. اذا اول شغله بدي اعملها بدي اروح اشوف الاد اميديت هذا كم الكود تبعه. مين معه الشيت يشوف لنا اياها؟ حدا معه الشيت؟ معك شيت انت؟ قبل شوي شفناها الكود تبعها، تذكرتوه؟ شو كان الكود تبعها الاوب كود؟ صح كان 8 بس؟ 8 8 كان رقم 8 صح. رقم 8 اللي هو طبعا كون انا عندي 6 بس للاوب كود راح يكون 8 عباره عن 1 0 0 0 0 0. لان 8 هاي هي الاوب كود تبعي. اذا انا عرفت الاوب كود تبعي اللي هو 0 0 1 0 0 0 ارجع الشيت حتى لو غلط ارجع ظبطه. انا الان في عندي انا قلنا الجنرال فورمات انه هاي عباره عن الار تي وهاي الار اس وهاي الاميديت. ارجع الار اس مين هي؟ اللي هاي تي 0 شو قلنا قيمتها؟ تي 0 تتذكروا؟ اللي هي 8 8 بالضبط اللي هو ريجستر 8 اللي هي نو ريجستر 8. ريجستر 8 الكود تبعه راح يكون 0 1 0 0 0 هاي 8. اذا راح اروح على الار اس انا واحط فيها 8 برضه 0 بس المره هاي 5 بت بدل ما 6 بت. والار تي اللي هو ايش؟ اس 0 اس 0 كم عندنا؟ اللي هي 16 16 ممتازه ممتازه. اذا اللي هي الاس 0 اللي هي ار 16 اللي راح تكون 1 0 0 0 0. إذا راح أحط هون 16 هاي 16 طلع عندي 16 بت. أنا حاط لي هون ناقص 50 هاي راح تخربطكم دائما وأبدا. بعرف دائما الطلاب بتحنا تخربطوا فيها. أول شيء يقول لي 50 شو بتساوي؟ 50 عبارة عن 48 و2 48 و2 هاي 50 هاي ب 16 بت. أنت راح تحطها راح تحطها ب 16 بت كل الصبار هون صح؟ حطها صح. خلينا ما تخربطوش. خليني امسحها معلش. اكتبها كامله بالباينري عشان تركزوا معي. اذا ال 50 الموجب 50 موجب طبعا ال 50 موجب هي عباره عن 48 ومديش ب 2. انت بتحسب 2 و16 18 32 50 وهون عندك صفار فتكمل ال 16. هذول كم واحده؟ 6 بدي كمان 10 3 وهي كمان 3 وهي كمان 3 وهي واحده. هذول 16 بت اوف 0 معناته ناقص 50 هي التوس كومبلمنت لهذا الرقم اللي 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 طبعا انا ما فيش داعي افكر كثير. يعني اذا بدك يعني لو حطيت خليتها بالهكسا 50 عباره عن 32 هكسا 0 0 التوس كومبلمنت تبعها راح يكون الاي هاي الاي وهاي عباره عن سي وهاي عباره عن اس اس اللي هو نفس الرقم هذا. هذا عباره عن اي صح وهذا عباره عن سي وبيظلوا اف 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 سي اي. انا بعملها بالهكسا اسرع لي. اول خانه من اليمين ما عدا الاصفار بترك الاصفار زي ما هي
كمل على 16 2 و14 16 والباقي كمل على 15 3 12 15 0 15 0 15. فاذا الرقم عندي بالهكسا هو هذا الرقم اللي هو نفس الرقم هذا اللي راح يكون 1 بالباينري 1 1 1 1. ها 1 1 1 1 بعدين سي لي 1 1 0 0 واخر شيء اللي هي عباره عن 1 1 1 0. هذا اذا الرقم. واذا حبيت احط هذا الجواب بالهكسا احسن واحسن. ها هو بقسمهم لأربعات ترجع تحطه بالهكسا. هاي أربعة هاي أربعة هاي أربعة هاي أربعة وهذاك أصلاً جهزات معنا FFC بدي أرجع أعملها. إن هاي 2 1 1 0 والرقم هذا اللي هو FFC الكود تبعي. سواء بدك إياه بالباينر أو الهكسا هم إحنا بنعتبر الباينر والهكسا سينونيمز يعني واحد بيحكي عن الثاني. اي سؤال استاذ الشاب اللي سال قبل شوي بتحب تستعيد سؤالك هسه عشان اتاكد انه اجاوبك عليه؟ لا دكتور تمام فهمت. اوكي بيرفكت الله يعطيك العافيه. اذا المساله مش يعني هي سهله بس مشكلتها ارقامها بحاجه لشويه انتباه وتركيز يعني ما تخربط الواحد صراحه. يعني انا قديش عندي خبره بالارقام هاي بس ما ذلك مرات بتخربط يعني. دكتور تفضلي. بس ايش هم instructional r type؟ اوكي سؤال كثير ممتاز. ال r type instructions اللي هو كل الاوبرانز موجوده في registers. كل الاوبرانز وين موجوده؟ في registers. بينما ال immediate type مثلا انه في عندنا one operand مش موجود في register صح؟ يعني انا خليني ارجع احط لك المثال معلش. يعني انا بالار تايب زي ما شايفه هون في عندي مثلا على سبيل المثال اد مثلا ريجستر تي 1 مثلا ريجستر اس 1 ريجستر تي 5 كل الاوبرانز وين ريجستر. فاذا هاي على طول ار تايب لانه اول اوبراند. بينما لما اروح على الاد ايميديت اللي هو اي تايب لا في عندي اوبراند موجود بريجستر واحد مثلا هاي اسود بس هون ما بينفع يضل ريجستر لانه خلص كثير اشهر. فهون في عندي رقم كونستنت هون في عندي هون ايش كونستنت. في جزء من الانستركشن في جزء من الانستركشن كود لكونستنت فبالتالي ذاتس واي اتس كولد اي تايب انه في ايميديت بارت. ايميديت يعني كونستنت ايميديت يعني رقم فيكست جزء من الكود. فهذا الار تايب. اذا الار تايب اول اوبيرانز ار ان ريجستر بينما الـ other types ممكن يكون في أحد الأوبرانز مش بريجستر. تفضل تسأل. أوكي هاشي سأل. خلينا نرجع للـ shift operations. أنا طبعا هذا المكتوب ما لهش علاقة هذا جاي بعد سؤال الزميل تكوب يعني أجب هون مش بالترتيب الصح. طبعا shift operations شفت اوبريشنز الجنرال فورم لها. خلينا نرجع للرسم اللي قبلها نشوف مش شفت اوبريشنز ونشوف كل واحدة او اللوجيكال اوبريشنز بشكل عام. اللوجيكال اوبريشنز بشكل عام في عندنا تو تايبز اما شفت او اكتوال لوجيكال. يعني شفت احيانا بحطوهم على اللوجيكال اوبريشنز بس هي سبيرت الصراحه. اللوجيكال اوبريشنز هم الاند والاور وهون والنور اللي عندنا اند اور ونور. طبعا الاند في عندنا تو فيرجنز منها عندنا and وعندنا and immediate اللي هي راح تكون r type وهي i type بس مو تنتين and. والor نفس الشيء عندنا or or immediate واحدة r type واحدة i type والnor موجودة بالشكل هذا just an or just an or. خلينا نشوف كل واحدة شو استخدامها. خلينا نبدأ بالshift. shift left شو أكثر استخدام لها أنتوا بتعرفوا يعني غير إنك تحرك البيتس يعني في لها استخدام general بالأرثمتيك. ها ضرب كأنك ضارب باثنين ممتاز. لاحظ هي شفت ليفت لوجيكال بس تقدر تعتبرها كأنك ضارب باثنين. وشفت رايت لوجيكال لو كانت unsigned تكون كأنك قاسم على اثنين. مظبوط كأنك قاسم على اثنين في حالة طبعا الانسايند. لكن في حالة الساين بتكون ما لا بتكون مش قسمة لأنه بحالة signed الشيفت رايت لازم يكون preserve the sign. بس احنا ما عندنا shift right arithmetic ما عندناش هنا
معنا لوجيكال. فانت اذا بدك تعمل arithmetic division by 2 بدك تحلها بطريقه ثانيه غير هاي الطريقه. هسه اللوجيكال اوبريشنز الاند اكثر شيء يستخدم. لاحظ الاند ميزته if you اند مع 0 بتحول البت لزيرو، بتحول البت لزيرو، فبالتالي بسموه ماسك. ماسك شو يعني ماسك؟ انك يو ماسك سم بيتس، يو ريموف بيتس، بتحولهم يو كونفرت ذم فروم وانز تو زيروز، او مش بالضروره تو زيروز. يعني ماسك معناته البت سواء كانت 1 بتروح للزيرو او كانت 0 برضه بتضل 0. فانت على الجهتين يو موف يو كونفرت زيرو. طبعا هذا اف يو اند مع 0، هذا اف يو اند مع 0 يو كونفرت البت لزيرو. البتس اللي يو دونت وانت تو تشينج، يو دونت وانت تو ماسك، يو اند مع 1. يعني if you and مع 1 البت بتضل زي ما هو. فهنا when you and مع 0 you mask the bits. فانت you can choose some bits in the register and mask them by anding them with zeros. الاور لا بيعمل set، يعني بيحول البت ل 1، حولها ل 1. فهون لما تعمل and or مع 1 بتحول ال 1 ل 1 وبتحول ال 0 برضه ل 1. فانت سواء البت كانت 1 او 0 it will become 1. البيتس اللي ما بدك تعملهم ست بتعملهم اور مع زيرو، تعملهم اور مع زيرو. فهي that's why you mask here and you sit here. النور it's a complement، النور it's just you complement تعكس. لأنه يعني إذا بذكركم مثلا إذا تعرفوا النور جيت أكيد تعرفوها. if you نور مع زيرو يعني ده هون في عندي x بصير عندي هون x بار. فهون الآن you complement. متى you complement if you نور مع زيرو؟ if you نور مع 1 it will stay the same. يعني إذا هون حطيت 1 بتصير it's like a buffer، يعني 1 بغيرش. فأنت برضو معتك you can choose some bits to complement. معت النور صراحة أحسن من الكم تبع، تتذكروا كان في عندنا complement في بالorganization instruction. complement شو مشكلته؟ مش عنده مشكلة، بس complement بيعمل complement لall bits. النور لا، you can select some bits to complement and some bits to stay as they are. فيعني هي إنه في more flexibility. النور is more إيش general than the complement. لأن complement you complement all the bits. النور لا، you can select some bits. هذا معنى بالمثال يعني أكثر من هيك. طيب أنا لو أخذت مثال مثلاً، بدي أرجع للمثال هذا. هون هاي الرسمة الأزرق لازم يكون على هاي، لازم الأزرق يكون على هاي. الار دي مش مستخدمة في الشيفت اوبريشن. لو انا عندي شيفت ليفت لوجيكال، شيفت ليفت لوجيكال، راح يكون عندنا الجواب بروح بالار تي، بالار تي الار تي، وفي عندنا السورس في ار اس. لاحظ انت مش بحاجه لريجستر ثاني. راح يكون كميه الشيفت، يعني مثلا انت حطيت مثلا هون 5 you want to shift 5 times، you can shift 5 times. راح تحط ال 5 هون بالرقم هون، راح تحط ال 5 هون. لو حطيته مثلا بدك تعمل شيفت 6 مرات تحطهم بالرقم 6. لاحظ اذا عدد مرات الشيفت، لا هي لا الرسم صح. انا خليني اعيد، انا خربطت، خليني اعيد الكل بدي احكيه. انه احنا الار اس مش مستخدم، فانت الار اس مش مستخدم الشيفت ليفت لوجيكال ديستنيشن في الار تايب، هذا كونه ار تايب دائما في ار دي. وفي عندنا هون انت حتعمل شيفت لار تي، يعني هذا السورس وفي ار تي. هذا اذا مضبوط الار اس مش مستخدم. اوكي الار اس مش مستخدم. وفي عندي هون العدد المرات اللي بدك تعمل شيفت، هذا الرقم اللي بدك تعمل له شيفت معك من الواحد لل 31. تقدر تعمل شيفت لغايه 31 مره بنفس الانستركشن لانه 5 بتس. طبعا ليش من 1 ل 31 مش من 0؟ الزيرو لانه ما في شيفت، يعني ريدندنت. يعني if you want to shift by 0 كانك you are not shifting. Shifting by 32، shifting by 32 is not يعني important، لانك انت shifting by 32 كانك you kick the whole number out. فهي the number of shifts هو من 1 ل 31. اوكي طيب اذا والفانكشن راح يكون فانكشن بيعتمد على الفانكشن. خلينا ناخذ مثلا لنفرض اني بدي اعمل هذا الانستركشن اللي هو شيفت ليفت لوجيكال ريجستر مثلا اس 0 ريجستر اس 0 نفس الرقم مش مشكله، وهنا رقم 10. طبعا هذا الانستركشن عباره عن ار تايب، هذا ار تايب هذا.
فراح نبدا نقول والله شفت لفت لوجيكال، راح ارجع على الجدول. حدا معه الجدول يقدر يشوف لنا مثلا شو الكود اللي ايش محطوط عليها؟ حدا معه؟ خلنا اشوف انا وياكم، مش مشكله. شفت لفت لوجيكال اللي هو هيا شفت لفت لوجيكال، هيا محطوط صفر، الرقم مش قادر احق عليه، هذا كانه ست، كانه ايش، صفر 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 صفر، يعني ثنتين صفر. الشيفت ليفت لوجيكال الاوب صفر والفانكشن صفر. خلينا نرجع على شو اذا راح يكون الاوب كود تبعي هاي صفر 6 بيتس. الار اس مش مستخدم، حطه صفر كان مش مستخدم. الار تي اللي هي طبعا السورس تبعي اللي هو اس 0، واس 0 قلنا كم؟ 16 صح؟ 16، فاذا راح يكون 16، هاي 16. والار دي نفسه 16، راح يكون 16. والشيفت اماوت 10 مرات، 10 عباره عن 8 و2. والفانكشن اللي قلنا 0 برضه، اتفقنا اللي كان مكتوب على الشيت انه 0 سلاش 00، يعني الاوب كود 0 والايش والفانكشن 0. فاذا هذا هو شو راح يعمل؟ راح يعمل شيفت 10 مرات، يعني لو كان عندي انا الرقم على سبيل المثال شو اسمه مثلا للسي مثلا انه كان اس 0 كنت متابعه بيساوي للسي 1101 الى اخره، اخر شيء 111، شو راح يعمل؟ راح يشيل اخر 10 بس من الشمال يطلعهم اوت ويحط بدالهم 10 زيروز من هاي الجهه، اوكي؟ اذا يعني شيفت ليفت هو حيحط زيروز على اليمين وطلع بيتس من الشمال برا، يعني اوت، يعني will not be regarded anymore. طيب خلينا نرجع مثلا نشوف والله تاثير الاوبريشنز عشان تفهموا شو معنى ماسك وشو معنى ست وشو معنى كومبلمنت. دكتور بس قبل، ليش الشيفت ار تايب؟ ليه مش اي تايب؟ انا حسيتها اي لازم. هو يعني صراحة دقيقة جدا بالملاحظة، لأنك حسيتي إنه في رقم غير الريجستر صح؟ إنه الار تايب بيكون 3 ريجستر صح هيك حكينا؟ وقلت لا، أنا قلت the most general case، قلت the most general case إنه كل الأوبريشن على الريجسترز، بس ما لحد الآن valid. لاحظي الأوبريشنز بعدهم على الريجسترز، ما عندي immediate value، ما عندي يعني هاي الشيفت أماونت جاي جزء من الار تايب ستراكشر صح؟ جاي جزء من الار تايب ستراكشر. فهي هون اللي خربطك انت العشرة، هاي انها هي العشرة مش ريجستر صح؟ صحيح هي مش ريجستر، بس هي جزء من الار تايب ستراكشر، انه انا بالار تايب عندي لغاية 3 ريجسترز، بس اذا انا مش بحاجة ل 3 ريجسترز، لان انا حقا بالشيفت مش بحاجة ل 3 ريجسترز، بحاجة لسورس واحد وعدد مرات الشيفت صح ولا لا؟ تمام. انا عندي سورس واحد وديستنيشن واحد، بس الفرق انه السورس هذا بدي اعمل له شيفت بعدد متغير من المرات، بدل ما احطه في ريجستر قال لك لا انا محتاج فقط من صفر من 1 ل 31 فبحطهم بالشيفت اماوت. فهو اذا تطلع على الجنرال فورم انا عندي 2 سورسز و1 ديستنيشن، بس انا بحاجه ل1 سورس و1 ديستنيشن، والشيفت عدد مرات الشيفت راح احطها في الفيلد المخصص لذلك. بس يعني انت صحيح دقيقه جدا ومركزه وممتاز يعني ما شاء الله عليكي، بس هو فعلا ات لوكس لايك انها مش ار تايب. يعني الاول وهله لو انا ما بعرفش الموضوع بفكره اي تايب، لان شايف رقم غير الريجسترز. فاحنا بس الجنرال قلنا الفورم هو ات وركس اون 3 ريجسترز اب تو 3 ريجسترز اب تو 3 ريجسترز، يعني انا ممكن الانستراكشن مش بحاجه 3 ريجسترز فما بستخدمهم صح ولا لا؟ تمام. اوكي ممتاز، احسنتي، مركزه ما شاء الله. طيب دكتور تفضل. هسه في، هل ممكن انه انا اخليه يعمل لي شيفت بمقدار قيمه موجوده جوا الريجستر، ولا لازم انا اعطيه عدد ثابت؟ لا لازم تعطي عدد. لازم تعطي عدد، فهو عدد مرات الشيفت بده يكون كونستنت ويظهر في الشيفت اماونت، بزبطش يكون قيمه في الريجستر. مع انه الصراحه اللي بتحكيه موجود في اذر اركتكتشرز، في موجود بعض الماشينز انه عدد مرات الشيفت موجود في ريجستر اخر، فهو بس بدل ما ياخذ الريجستر كله بياخذ اول 5 بيتس منه بس. تمام. يعني لاحظتك صحيحه، موجوده في بعض الماشينز الاخرى. طيب نيجي على الان، على الاند اوبريشن. لما حكينا عن الاند اوبريشن قلنا الاند اوبريشن عباره عن ماسكينج، ولاحظ الماسكينج هون
لاحظ اني انا اي وونت تو ماسك اس تي 2 هذا تي 2 بدي اعمل له ماسك بدي اعمل له ماسك تي 1 تي 1 هو الماسك يعني هذا ويل بي ماسك وهذا والجواب راح يروح على تي 0 فشو بدي اعمل انا اي وونت تو ماسك مش كل البيتس يعني لو كل البيتس معناته بعملها اند مع 0 عنديش اعمل اند مع 0 فانا راح اختار كل البيتس هذول اعملهم ماسك وهذول البيتس تبعتهم ماسك وهذول اربعه اخليهم زي ما هم فاللي ما بدي اخليهم زي ما هم بخلي بحطهم وانز واللي بدي اعمله ماسك بحطهم زيرو فلما تعمل اند مع زيرو بيطلع زيرو لاحظ هاي ماسك ماسك بس باقي البيتس ار ذا سيم يعني هون صار هذا الريجستر زي هذا الريجستر فهذول الاربعه بيتس وباقي البيتس تحولوا لزيروز اذا كان زيرو بتكون زيرو واذا وان برضه بتصير زيرو فاذا يو كان لاحظ انه الاند يو كان سيلكت سم بيتس تو ماسك وسم بيتس ايش تو ليف ان اتندد خلينا نكمل وفي عندنا برضو الـ or you can select some bits تحط عليهم 1 عشان تعمل لهم set والنور نفس الاشي بديش اكثر عشان والنور نفس الاشي انك انت البيتس اللي بدك تصفرهم بتحطهم add مع zero هون طبعا كونه عمل نور مع zero معناته he wants to complement sorry مش صفر complement he will to complement all the bits لاحظوا كل البيتس هون got complemented لانه عمل نور مع زيرو لو ما بده يعمل كومبلمنت لهم كلهم بيختار سم بيتس يعني بيختار ريجستر فيه زيروز وونز فمحل الزيروز بتعمل كومبلمنت وال1 تخليه دسيم على كل حال المره الجايه بنعيد على هذا البارت عشان اطلع غياب قبل ما تخلص الحصه لان بشرح دقيقتين جزء ما يكفوش خليني اعمل واحده جديده للغياب مثلا ما نطلعش اوت اوف تايم خليني افتح واحده جديده تدخلوا عليها